ان شاء الله كما العاده نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب مصطفى. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله اللي بغيت نشاركه معكم هو خاص بالمبتدئات. انا دزت من هذه المرحله انني ما كنتش كنفرق ما بين نافع وحبه حلاوه والبسباس، قلت نشاركه معكم ان شاء الله ولو يستفد القليل الذي نكون اكيد فرحانه. فهنايا اول حبوب عندي النافع اللي كيمتاز بالحبه كبيره كما كتشوفوا معايا، كيمتاز بالحبه كبيره وكتكون عنده اللون بحال باهت شويه. ما تاخذوش لهذا اللي كيكون يتباع في الاسواق لونه خضر، راه كله صباغ، يعني خذوا هذا اللي كيكون البلدي او النافع البستاني كيكون زوين. هنا ثاني حبوب عندي البسباس كما كتشوفوا الشكل ديالو كيكون تقريبا كيشبه الكامون، كيشبه الكامون في الشكل ديالو، كتكون الحبه رقيقه وصغيره شويه على الحبوب ديال النافع. واخر حاجه عندي هنايا حبه حلاوه. حبه حلاوه كتكون الحبه ديالها صغيره ومايله اللون الغامق، وكتكون صراحه هي اللي كتكون فيها الوسخ بزاف، يعني كننقيوها وكتكون فيها الحجر وداكشي الاتربه بزاف. فكما كتشوفوا معايا انا حاولت كنستفهم هنايا يعني من الاكبر للاصغر، باش اللي بغى ياخذ هكا السكرين وكيبقى عنده. بالنسبه دائما كنقول بالنسبه للمبتدئات صراحه راه انا دزت من هذه المرحله، يعني راه حتى واحد مازال معلم. فهنايا اول حبوب عندي هما النافع، ثاني حبوب هي حبه حلاوه، ثالث حبوب هي ثاني حبوب البسباس، وثالث حبوب هي حبه حلاوه. كنضرب لكم موعد مع فيديو قادم. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.